ويعز ويذل. فكلما التزم الإنسان بمنهج الله وصار على طريق الله كان في حياته سعيدا، وكان عند مماته أمينا، وبعد مماته يكون في جنة عرضها السماوات والأرض. فأوصيكم جميعا بتقوى الله في السر والعلانية، وأوصيكم كذلك بما أمرنا الله به سبحانه وتعالى، وهو أمر جماعة المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اتقوا الله، يبقى من الأنعام كما قال الله عز وجل، قالوا هذه أنعام وحرف حجر لا نطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت إيه؟ ظهورها، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. يعني في أنعام هذه لا تؤكل، وهذه لا تؤكل، وهذه لا تطعم، وهذه لا يشرب لبنها، وهذه كد عمالين يغيروا بديل زي ما هم ايه عايزين، وفي النهاية هيرجعوا لهم نفسهم، حرموا على أنفسهم كل شيء. والإنسان إذا فضل يقول دي لا ودي هيجد في يوم من الأيام يجد لم يجد شيئا له، إنما عندما يتبع أمر الله ويثبت على الحق فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه عيشة السعداء في الدنيا والآخرة. فأوصي يعني أخواتي خلال هذه الآيات إن احنا ناخذ الدرس العقيم، إن كل ما أحله الله نحبه، وكل ما حرمه الله نكرهه، نكره، ونعلم أن الله عز وجل هو أعلم بنا من حالنا بأنفسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم محمد هو أحب إلينا من إيه؟ من أنفسنا. النبي أولى بالمؤمنين من إيه؟ شوف، أولى بالمؤمنين من أنفسنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أولى، نحن أولى بمحبته من محبتنا لإيه؟ لأنفسنا. لأن الأنفس ربما تظلم بعضها البعض، لكن النبي عمره ما إيه؟ ما يظلم. خدت بالك من القضية دي؟ ولذلك ربنا يقول إيه؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا إيه؟ أنفسهم يظلمون. يبقى ربنا ما بيظلمش، ولا النبي الذي بعث بيظلم، الإنسان هو اللي بيظلم نفسه. فعندما يتبع الوحيين القرآن وسنة النبي فإنه يعيش عادلا مع نفسه أولا، عادلا مع خلق الله ثانيا، ويلقى ربه بأحسن لقاء، ويدخل الجنة بأعظم لقاء، وكل ذلك باتباع منهج الله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الانقياد لأمر الله، وأن يرزقنا وإياكم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يحيينا جميعا بالسلام، وأن ينشر على هذه الأرض السلام، ويحقق لجميع الخلق الأمن والسلام والرخاء. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم نجنا من مصائب الدنيا. اللهم نجنا من موارد الهلاك. اللهم احفظنا واحفظ من حولنا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية من كل مكروه وسوء. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.